السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أصدقائي، أخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم محمد من قناة الاختراع المصري. أولا أحب أشكر جميع أصدقائي المتابعين على قناة الاختراع المصري، لأن الفضل كل ليكم، ومن غيركم من غير دعمكم ما كنتش هقدر أكمل أكتر من الفيديو أو اتنين. ثانيا، الفيديو النهاردة إن شاء الله نتعرف فيه مع بعض على 5 أفكار نقدر نعملهم للموبايل في المنزل بأدوات بسيطة جدا جدا جدا، وده هيبقى الجزء الأول بإذن الله لأفكار يمكنك عملها للموبايل. وحاول اعمل اختراعات وافكار كتير للموبايل ان شاء الله، لاننا طبعا كلنا نملك موبايل اكيد ومحتاجين الافكار دي. قبل ما نبدا الفيديو النهارده، احب افكركم وافكر جميع المشاهدين الجدد بالمسابقه اللي انا عاملها على قناه الاختراع المصري، واتمنى الاشتراك معايا ودعمي وتحفيزي للاستمرار. المسابقه خاصه للمشتركين معايا على قناه الاختراع المصري، وتعتبر مكافاه مني على دعمي المتواصل، بجد تستحق اكتر من كده. شروط المسابقه هي 1 عمل لايك للفيديو، 2 الاشتراك في القناه اذا لم تكن مشترك، 3 مشاركه الفيديو مع الاصدقاء على الفيسبوك، 4 تعلق على الفيديو وتقول رايك بكل صراحه، لازم تعلق عشان اقدر اوصلك. وان شاء الله في 3 فائزين معايا كل اسبوع، والفائز عشوائي وليس اختياري. الفائز فقط هو من يتم شروط المسابقه. والهدايا عباره عن سماعة بيتس ونظارة الواقع الافتراضي وساعة اندرويد وساعة ابل وموبايل سامسونج S7 وموبايل ايفون 6 بلس. لا تنسى شروط المسابقة واتمام الشروط، وهارد لك للجميع، ويلا بينا نتابع الفيديو النهاردة.
Are you listening? Damn. Yeah.